شرفت بمقابلة السيد الرئيس صباح هذا اليوم، وتحدثت معه على الوضع الاجتماعي والوضع النقابي والوضع الاقتصادي، وعلى مشاركة اتحاد عمال تونس في منظمة العمل الدولية. كما تحدثت مع السيد الرئيس أيضا على الوضع الاقتصادي الذي لابد من كافة الشغالين وكافة التوانسة بصفة عامة أن يبذل أكثر من مجهوداتهم فيما يخص الوضع الاقتصادي لنصل إلى نسبة نمو محترمة. كما تطرقت مع السيد الرئيس أيضا على الوضع بصفة عامة في البلاد.